هشام بناني رئيس النادي الملكي للدرجة النارية. اليوم الحمد لله كنحضروا الندوة الصحفية ديال الدورة 12 للطواف ديال المسيرة الخضراء، الطواف الدولي للمسيرة الخضراء للدرجة النارية. هاد السنة إن شاء الله من بعد النجاح اللي عرفوا سنة 2019 بتنظيم الدورة ديال الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد الفترة ديال الكورونا النادي نظم سنة 2022 الدورة ديال معبر القرقارات اللي كان فيها حمل أكبر علم في العالم اللي كي يحمل الشعار ديال المملكة ومدينة القرقارات بالمعبر ديال القرقارات. هاد السنة هذه إن شاء الله قررنا نديرو دورة استثنائية بدول الخليج العربي، بحيث غادي تقام هاد الدورة هذه إن شاء الله بكل من السعودية والمملكة العربية، المملكة الهاشمية الأردنية، ثم دولة الكويت والبحرين وقطر، ثم سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. تم شحن درجات نارية من ميناء الدار البيضاء تقريبا 100 درجة نارية، وهذا أكبر عدد ديال الدرجات النارية اللي تم شحن ديالو في العالم من أجل تنظيم شي تظاهرة في شي بلد آخر. الانطلاقة غتكون مدينة جدة يوم 6 نوفمبر إن شاء الله بحول الله، اتجاه دولة اتجاه المملكة الهاشمية الأردنية، ثم دولة الكويت، المرحلة الثالثة عندنا الكويت البحرين، ثم البحرين غادي يمشيو لقطر إن شاء الله، ثم عندنا سلطنة عمان، ثم الاختتام غيكون في الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي. المشاركين اللي معنا مشاركين أجانب من دول أجنبية، ومعنا مشاركين مغاربة، وهذه السنة كتعرف مشاركة ديال تقريبا 34 امرأة، منهم 6 ديال النساء اللي غادي يسوقوا الدرجة النارية في هاد الدول هذه. المسافة كتقرب تقريبا 7000 كيلومتر اللي غيقطعوها المشاركين في مدة ديال 22 يوم، وغادي تكريم عدة شخصيات في هاد الدول اللي غادي ندوزو منها، وخصوصا من الجالية المغربية اللي في هاد الدول هذا، وكذلك مسؤولين في هاد الدول هذه. كنغتنم هاد الفرصة هذه باش نشكر وزارة الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج على المجهودات ديالها اللي بدلت معنا من أجل إنجاح هذه الدورة. كنشكر وزارة الداخلية، كنشكر إدارة الجمارك وغرفة التجارة والصناعة والخدمات مدينة الدار البيضاء اللي عاونونا الصراحة بزاف من أجل شحن درجات المشاركين تجاه مدينة جدة. ان شاء الله هذه الدوره هذه غادي تكون بامتياز كذلك، لان تتحمل شعار الصحراء المغربيه بعيون عربيه. غيبقى الهدف الاسمى ديال هذا الطواف هذا هو التعريف بالقضيه الوطنيه ديالنا، وباش ما تنساش هذه القضيه هذه، ويبقى دائما يعني الا كان سنه 1975 الناس مشاو من المدن ديال المغرب تجاه الصحراء ديالنا من اجل الدفاع عن الوحده الترابيه، فيبقى الهدف ديال هذا الطواف هذا هو ان الناس يمشيوا لدول اخرى باش نعرفوا بالقضيه ديالنا وندافعوا على الوحده الترابيه ديالنا. ويبقى الرساله من هذا الطواف هذا بان المغرب راها الصحراء مغربيه لا تتجزأ من التراب الوطني مهما كانت، كما قال سيدنا الله ينصره في الخطاب ديالو: ستظل الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. كنشكركم جميع، وكنشكر اولا رئيس النادي الملكي للدرجات الناريه السيد هشام بناني، وكنشكر اللجنه اللي سهروا على تنظيم هذه الدوره الثانيه عشره لهذا العام. هذه الدوره غادي نديروها ان شاء الله في دول الخليج، واللي غتتضمن السعوديه، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، ثم الإمارات العربية المتحدة، وآخر بلد هو سلطنة عمان. هذه الدورة هي لتخليد ذكرى المسيرة الخضراء اللي عزيزة كثير على قلبنا، واللي كنهتموا النادي كيهتم بها بكل جديه، وكل عام تيدير دوره على المسيره الخضراء، وهذه المره المسيره الخضراء غتدار بعيون عربيه ان شاء الله، دارت بعيون امريكيه، افريقيه، اوروبيه، وهذا العام ان شاء الله غتكون بعيون عربيه. غادي يكون تقريبا 153 مشارك، وخمسه ديال الدراجات نساء، منهم انا
غنقوموا بهذه الجوله هذه واللي غيكون فيها تقريبا شي 7000 والزياده ديال الكيلومتر. كنتمنى الله يعاوننا عليها وان شاء الله غنقوموا بواحد العمره باش ربي يبارك لنا في هذه الرحله. كنتمنى السلامه للجميع وشكرا لرئيس النادي السيد هشام بناني. شكرا. عبد الله الوظف الكاتب العام ديال النادي الملكي للدراجات الناريه اسفي. بخصوص هذا الطواف هي الدوره ان شاء الله الدوره 12. سبق لنا يعني كانوا رحلات كانوا انشطه خارج ارض الوطن، امريكا، اوروبا، الدول الافريقيه، وان شاء الله هذه السنه عندها واحد طبع خاص متميزه جدا، لان احنا في ان شاء الله بصدد زياره دول عربيه شقيقه، والمغزى والهدف الاسمى هو يعني تاكيد على القضيه الوطنيه الاولى بالنسبه للمغاربه وهي مغربيه الصحراء، وتوطيد اواصر المحبه مع الاشقاء العرب عبر النادي الملكي اولا وعبر الدراجه الناريه ثانيا. وكيرجع الفضل للسيد الرئيس المؤسس يعني في الاختيارات ديالو يعني في هذه الوجهات اللي كتكون مدروسه وكتكون عندها واحد الرمزيه وواحد الدلاله خاصه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.